السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع بجاية لنقف على مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين مدينة بجاية إذن و نشوف هنا الخط يمر في وسط مدينة بجاية، وهذا الخط يمتد على طول حوالي 90 كيلومتر إلى حدود بلدية بني منصور. نشوف أن هذا الخط بالأسود، بالخط الأسود، هو موازي، شوفوا هنايا موازي لطريق السيار اللي راه قيد الأشغال، واللي كذلك يربط ميناء بجاية بطريق السيار الشرق غرب، واللي يعني نفسه فيه طول تاع حوالي 100 كيلومتر. إذن وهنا نشوف بعض الأجزاء اللي هنا الأشغال مازال ما بداتش تاع يعني تاع إعادة تهيئة هذا الطريق تاع السكك الحديدية، واللي بالعلم أنه هذا الطريق فيه نوعين من الأشغال. النوع الأول هو تحسين المسار نتاع الطريق هذا، يعني نقصوا من يعني الفيراج المنعرجات هذيك، وكذلك المحور الثاني تاع الأشغال هذا هو الازدواجية نتاعه، إذا اللي يعني اللي يعطي يعني أكثر سيولة في التنقل القطارات تاع البضائع وكذلك قطارات المسافرين، وفي 8 محطات على طول المسار هذا إلى حدود بلدية أف منصور أو بني منصور، اللي النقطة ثم تكون فيه نقطة الالتقاء مع الخط نتاع السكك الحديدية نتاع الشمالي اللي يربط غرب البلاد بشرقها على امتداد حوالي 1100 كيلومتر. إذا هنا نشوف المسار تاع الطريق هذا نتاع السكك الحديدية اللي كما قلت موازي لطريق السيار بجاية البويرة، وهنا نشوف الجزء هذا نتاع فيه أشغال هنا على الخط المسار هنا باللون الأبيض، وهذه هنا المحطة نتاع الورشة نتاع العمال أبازوي نتاع شركة كوسيدار اللي راهي قائمة بالأشغال تحت إشراف الوكالة الوطنية للدراسات والمشاريع في ميدان سكك الحديدية لانسريف. إذا هذا هو نشوف هنا الخط هذا، وسوف يكون لنا موعد مع الصور نتاع الأشغال هذه بعد نهاية هذا العرض الصور اللي أخذت هذا الأسبوع. وهنا نشوف المنطقة هذه فيها أشغال يعني فيها بعض الأجزاء، وللعلم أنه كذلك الخط هذا فيه 2 أنفاق وثلاثة جسور طويلة يعني كبيرة من حجم كبير، وعدة يعني ممرات علوية كي تكون فيه مجاري تاع مياه ولا. إذن هذا هو المشروع وهذا هو الخط. أترككم تتابعون الصور التي أخذت هذا الأسبوع، والسلام عليكم.